دابور هي منطلق الثروة. أولا غادي تبني اقتصاد، معناها أساسية في بناء اقتصاد وطني قادر أنه يخلق أرزاق للعبيد. إلا أن احنا تفاجأنا مؤخرا، الناس تتسهل في بعضها كل حد يعطي المعلومة، راه الدعم اللي جاي للفلاح راه استفادت منه رؤوس الأموال الكبيرة. ومعناها الدولة شنو جاب؟ المطالب نتاع الفلاحين كانت بسيطة برشا برشا برشا. هذه إشكالها تنمية، هذه إشكالها تشغيل، هذه إشكالها حرية، وهذه إشكالها ديمقراطية. ثم إشكالها أخرى نتاع انتقال ديمقراطي حتى يصبنا هالم في المركز. هذا استحفظنا به، هذا رصاص يضربونا به. كل نفر مش ناس كل تصور، هذا رصاص اللي يضربونا به. هذه علاش كل هذا كل علاش؟ لأنه المطالب كانت بسيطة برشا. لأنه الفلاح لهنا ناس كل فلاحة صغار تعيش من الأرض، تعيش بالفلاحة الحيوانية. الغاية من الزيارة اليوم، احنا مكونات من المجتمع المدني أعضاء في شبكة شمال أفريقيا للسيادة على الغذاء، وقاعدين نأسسوا لتنسيقية تونسية للسيادة على الغذاء في تابعة لشبكة شمال أفريقيا. احنا اليوم الغاية من هالزيارة هذه أن نناصروا الفلاحين في 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 هال في هالمشاكل اللي يعانوا منها من استكراش رأس المال وبارونات الفساد اللي قاعدة اليوم مسيطرة على الوضع، وقاعدة معنا ضيق في الخناق على الفلاحة، وقاعدة بعبارة أوضح تذبح في الفلاح الصغير اليوم لصالح الفلاح الحيتان الكبيرة من الفلاحين الكبار. مشاكلهم احنا كل التضامن مع فلاحين أولاد جاب الله وكل فلاحين تونس وكل فلاحين في العالم، لأن اليوم فما انتفاضات واحتجاجات حتى في العالم، خاصة الحراك الكبير اللي قادوه مئات الألاف من الفلاحين في الهند. كل التضامن، كل الدعم لكل نفس حر من الفلاحين وغيره. شكرا. 355,000 يا ربي، وبات التبن ب 11,000، وبات القصابة ب 16,000. بالله شنو الحياة نتاعنا؟ ترى قول ايش مازال ما عاد حتى شيء، مش نولهم مهددين بالشر وبر. أكبر مشكلة عندنا والمشكلة الأساسية هي العلفة. كانت شكرت العلفة ب 24 دينار، اللي يعمل زوز بقرات وثلاثة بقرات يعيش وياكل يشرب هو صغارة وعائلته ودارهم لاباس عليه. تو شكرت العلفة صبحت ب 56 دينار، قضوا علينا الفلاح الصغار قضية. تفرج هاك تشوف هاو البقرة قدامك، هذاك البقرة تاكل المعدل نتاعها 7 شكير في الشهر. 7 شكير احسب انت ب 55 دينار و 56 دينار. قداش والبلطة تبنى ذيك ب 10,000 ناخذ فيها. ما عادش قضوا علينا قضاء مبرم، معناها ما عادش فينا أصل. يا خويا رانا احنا ما طلعنا للكياس وتكلمنا، كان رانا تخنقنا، تمسنا في قوتنا، جوعنا. جوعنا احنا ودر صغار، هاك تشوف راس الطفل الصغير كيفاش بوت وفي الكوري الداخل يخدم البقرات، راهم كذوا علينا قضيه. سمعنا كونوا تو ايدي واحده ونحطوا ايد واحده وكلمه واحده ونضامن الناس كل ما بعضها، وقيس نضامن الناس كل ما بعضها باش وقيت من فوقنا. يزمنا بالسيف نمشي نموت، ولا يا نموت على كرامه، ها ولا نموت لوحدنا، نموت بدل الواحد. هم تو أربعة مش أربعة من الناس، معناها هنا يتحكموا، معاش لا رئيس يحكم، لا دولة تحكم، لا حاكم يحكم، لا أمين يقوم، ما عاد شوفات، عاد ثلاثة من الناس قاعدة معناها رؤوس أموال رؤوس كبار. اليوم جاتنا قافلة تضامنية لأولاد جبل الله، تضامنا مع فلاحين أولاد جبل الله والفلاحين الصغار في كافة الجهات. قافلة كبيرة يعطيهم الصحة، متكونة من عديد الجمعيات والمنظمات. ما نحبش نذكر من خاطر باش نذيع منظمة ولا جمعية. المسألة هذه اللي قامت معنا عليها فلاحين أولاد جبل الله تهتم بعديد الأشياء، بدأت على التخفيض على خاطر الغلاء المفرط في أسعار العلف والغلاء المفرط في كافة المنتوجات، معناها في كافة الموارد الفلاحية، اللي خلى الفلاح مصاريفه تغلب الإنتاج.
يعني مصاريف الانتاج تغلب مداخيل الانتاج، لان الفلاح ولا مرهون في كل شيء. دينا بصبة الزيتون معناها ورهنونا وطلعنا مسالين، تعدينا في الفلاحة الحيوانية في البقار وفي الماشية وفي غيره طلعنا مسالين. المسألة لناري أشمل من هكا، مش كان فقط تخفيض أسعار العلف وإيقاف التوريد اللي هو أساسا دمر الفلاحة التونسية، لأنه إحنا عندنا اكتفاء ذاتي فائض في الإنتاج كما لهنا في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، في حين إنها الدولة تستورد فيهم والفلاح ما نجمش يبيع منتوج. زاد دعم الصغار الفلاحين، لأنه الإنتاج متاع تونس، الإنتاج الفلاحي متاع تونس 80% منه هو من إنتاج الصغار الفلاحين. اليوم كي يحبوا يقضوا على الصغار الفلاحين، شكون باش يمول الغذاء متاع تونس؟ هذاك علاش نقول المسألة هي مسألة سيادة غذائية، والسيادة الغذائية هي الخطوة الأولى في السيادة الوطنية، والمسألة زادة مسألة أمن قومي غذائي. بما معناه نفسر المواطن بشكل بسيط، راهو يا مواطن غدوة تنجم إذا قضاوا على الفلاحة الصغار هذم في المرحلة الأولى، غدوة ما عادش تنجم تلقى باكو حليب في الحانوت كي تمشي تشري، ما عادش تلقى باكو حليب للصغار، ما عادش باش تقدر تشري لحم، وما عادش باش تقدر تشري دجاج، ما عادش باش تقدر تشري خضرة، وما عادش باش تقدر تعمل حتى شيء. لهنا يحبوا يجوعوا الشعب باش الفلاحين الصغار في عرضهم يزرعوا فيها هما اللي يحبوا يملكوها الأجانب، ويولوا في تبعية غذائية وفي أسوان مشطة وفي أسعار تخلق المواطن أكثر فأكثر. لذلك المسألة ما تهمش كانت صغار الفلاحين، إذا ما ياخذوها بالنظرة السطحية نجموا نشوفوها صغار الفلاحين فقط، لكن هي تهم كافة المواطنين التوانسة، لأنها المسألة تمسهم الكل بشكل أساسي. راهو اللي صاير عندنا كما نقولوا يهم المواطنين الكل، يهم العالم الكل، وخاصة الدول متاع شمال أفريقيا والدول متاع العربية والأفريقية الكل تقريبا، لأنها هذا داخل في سياسة ممنهجة تاع تطبيق لاليكا، اللي هي اتفاقية دولية تحاصر الفلاح المحلي، خاصة احنا كفلاحين صغار، سواء كنا هنا كنا في المغرب في الجزائر في اي بلاصة، تحاصر وتحطهم في منافسة مع الشركات الكبرى الفلاحية العالمية اللي هي تمثل معناها الرأسمالية العالمية، اللي وقتها ما عدناش نجمو نتنافسوا معاها.